بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا، والأبناء والبنات أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذه الليلة المشرقة المباركة في هذا المجلس من مجالس الذكر، وهذه الروضة من رياض الجنة، اهتداء بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. الذكر هو منشور الولاية، الذاكر مذكور، اذكروني أذكركم. هذه المجالس الطيبة في هذه الليلة المشرقة في بيان بعض ما يفتح به الله تبارك وتعالى بما في حكم عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه، نجتمع فيها تبركا واستمدادا من هذه النفحات الربانية ومن هذا الكلام القريب العهد من الله، كلام الصالحين المنورين الداعين إلى الله على بصيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونفعنا بهم وبعلومهم، وجعلنا من السالكين لطريقهم الذين ينير الله تبارك وتعالى أبصارهم وبصائرهم ويفقههم في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أريد أولا أن أبلغكم تحيات أحبكم من إخوانكم الذين يتابعون مسيرتكم ويعتبرونكم أبناء لهم ويخصونكم بالدعاء ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاكم وينجح مسعاكم ويحفظكم ويرعاكم ويعيدكم إن شاء الله إلى أهليكم سالمين غانمين فقهاء علماء عاملين صالحين، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. الحكم التي مررنا بها في الأسابيع الماضية من الحكمة 50 إلى الحكمة 53 نسردها ونعيدها تبركا واستمدادا. يقول رضي الله تعالى عنه: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. من علامات موت القلب، القلب يحيا ويموت، يحيا بالطاعات ويموت بالمعاصي والذنوب والسيئات. ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه يعطينا بعض علامات موت القلب فيقول: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، أي ما مضى من عمرك مما كنت تستطيع أن تقوم به فيه بما يوافق الصواب
ويوافق الشرع ويوافق مرضات الله تبارك وتعالى. ذلك يوم مضى عليك وأنت فيه لم تقدم فيه الطاعات، فإذا لم تحزن على ذلك الذي فاتك تلك علامة من علامات موت القلب. إذا لم تحزن على ذلك المتسع من الوقت الذي كنت تستطيع أن تقدم فيه طاعات وموافقات لما يرضي الله جل وعلا، إذا لم تحزن على ذلك فأنت من الغافلين. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات. ومن العلامات أيضا على موت القلب ترك الندم على ما فعلته من وجود زلات، زلات وقعت منك في زمن الغفلة، ذنوب ارتكبتها وقعت منك في زمن الغفلة. من علامات موت القلب عدم الحزن عليه، يا ليتني لم أفعلها، كلك حسرة وندامة على ما وقع منك في حالة ضعفك وغفلتك، الأمر الذي دفعك إلى ارتكاب المعصية وإتيان الذنب. هذان علامتان. ولكن لأن ابن عطاء الله من شيوخ التربية فإنه لا يجعل المريد ييأس ويقنط من رحمة الله، فتأتي الحكمة الواحدة والخمسون الحادية والخمسون لتحدث التوازن في نفس المؤمن في نفس المريد. يقول رضي الله تعالى عنه لا ينبغي، يقول لا ينبغي عليك أن يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله. لا ينبغي عليك، حكمة هي لا يعظم الذنب عندك، أي لا ينبغي للذنب أن يصير عظيما يكبر عندك إلى درجة أنه يصدك عن حسن الظن بالله، لأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان المولى سبحانه وتعالى فيقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. لا يعظم الذنب مهما كان هذا الذنب ما لم يصل إلى درجة الشرك، فإن الله غفور رحيم. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى. اجعل دائما حسن الظن بالله أعظم من أي ذنب ارتكبته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفرك وأتوب إليك. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه، من عرف ربه استصغر في جنبه في جنب كرمه ذنبه. اجعلنا الله من العارفين. من عرف ربه أنه غفور رحيم، أنه جل وعلا لا يعجزه أمر، أنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، أنه القائل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أنه القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر.
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى. فإن من عرف ربه، من عرف ربه عرف كرمه، عرف عفوه، عرف غفرانه، عرف لطفه، عرف رأفته جل وعلا، كل صفات الكمال. من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه. الذنب أمام كرم الله كيف يصبح صغيرا؟ أنت عندما تعرف ربك حق المعرفة فإنك تستصغر هذا الذنب بالمقارنة بكرم الله تبارك وتعالى. كرم الله وجوده لا حد له. تحضرني هنا قصة. كان أعرابي يطوف حول الكعبة، فلما وصل إلى الميزاب، ميزاب الكعبة، ميزاب الرحمة، قال: يا كريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فلما استمع هذه المناجاة وهذا النداء من هذا الأعرابي لربه باسمه الكريم، بصفته الكريم، يا كريم، تبعه رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه: يا كريم. فطاف هذا الأعرابي شوطا، فلما وصل بقرب الميزاب قال: يا كريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه: يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجازه بي؟ والله لولا حبيبي رسول الله ولولا نظارة وجهك لرطمت خدك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أولا تعرف نبيك يا أخي العرب؟ قال: لا أعرفه، أمنت به ولم أره. قال: أنا نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. فإذا بالأعرابي يعانق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويبكي فرحة وسرورا بهذه البشرى: أنا نبيك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، قل لأخيك الأعرابي لا يغتر بشفاعتك فسنحاسبه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي هذا الكلام، قال: يا محمد، لئن حاسبني ربي عن بخلي لأحاسبنه على كرمه. قال: يا محمد، والله لئن حاسبني ربي لأحاسبنه. انظروا حسن الظن. والله ماذا قال لك الملك؟ قال: لا تغتر بشفاعة محمد فسنحاسبه. قل لأخيك الأعرابي لا يغتر بشفاعتك فسنحاسبه. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأعرابي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لئن حاسبني ربي لأحاسبنه. قلوا حسن الظن. استغرب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: على ماذا ستحاسب ربك يا أخي العرب؟ قال: والله لئن حاسبني عن بخلي لأحاسبنه عن كرم والكريم. والله لئن حاسبني عن ذنوبي لأحاسبنه عن غفرانه. والله لئن حاسبني عن تقصيري لأحاسبنه عن تجاوزه. وإذا ملك ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: بشر أخاك الأعرابي
وقل له إن ربك يقول لك لا يحاسبنا ولا نحاسب. فأنت نبيه في الدنيا وشفيعه في الآخرة. فانظروا صفة الكريم. إذا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه عندما يقول لك من عرف ربه، من عرف ربه بالمعرفة ليست بالعلوم ولا بالمعارف، معرفة قلبية روحانية أساسها حب وتعلق بالله جل وعلا. من عرف ربه استصغر في جنب كرم ربه ذنبه، يصبح الذنب بالمقارنة مع كرم الله صغيرا حقيرا لا يساوي شيئا. من عرف ربه استصغر في جنب كرمه، أي في جنب كرم ربه ذنبه. ثم يضيف ابن عطاء في الحكمة 52 نظور تعادلية وتوازن عجيب. هو هكذا كأنما يعني ترغيب وترهيب، هو تطبيق للأثر، للأثر الذي يجعل من الإنسان يتوازن، يتوازن لا ييأس لا يقلق ولكن لا يعدم، لا ييأس ولا يقلق من ناحية، لا ييأس كله أمل ولا يقلق. يقول لا صغيرة، هذه الحكمة الموالية، لا صغيرة إذا قابلك عبده. الذنوب صغائر وكبائر، ولكن الصغيرة إذا كان الله تبارك وتعالى سيحاسبنا بعدله وإنصافه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا عدل الله تبارك وتعالى. هذه الصغيرة بالنسبة لعدل الله تصبح كبيرة. صغيرة واحدة موجبة لغضب الله، يستحق بها القائم بها عقاب الله هذا العادل. ولكن نحن قلنا وبينا وأن حتى عند البشر، فما بالك بالله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. عندما يتوعد إنسان إنسانا بعقوبة باقتصاص ثم لا ينفذ ذلك الوعيد عفوا وصفعا وتجاوزا وتعال، فهذا يدل على مكانة رفيعة لهذا الذي في إمكانه أن يقتص ولا يقتص، يتوعد ولا ينفذ وعيده. المولى ولله المثل الأعلى، يعد ويتوعد، الوعد والوعيد. أما وعده فلا يتخلف، من وعد وفى، وأما وعيده فقابل للتخلف والتأخر رحمة منه وكرما وتجاوزا منه سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى حكم الله وقضائه العادل، فإن الصغيرة من الذنوب موجبة للعذاب الشديد إزاء نعم الله التي لا حد لها ولا حصر. فالصغيرة إذن تدل على عدم تقدير لكرم الله والجود الله وعطاء الله، تدل على لؤم
يستحق بها القائم بها أن يناله العقاب. إذن لا صغيرة إذا قابلك عدله، وفي مقابل ذلك ماذا يقول؟ ولا كبيرة إذا واجهك فضله. لا صغيرة إذا قابلك عدله. الله العادل، الصغيرة كافية لكي يعاقب عبده، والله تبارك وتعالى صاحب الفضل والكرم والجود، حتى الكبيرة تصبح لا شيء. لا كبيرة إذا واجهك فضله. فنحن لفضل الله طالبون، وفي رحمته راغبون، ولتجاوزه وعفوه وصفحه عما تقدمه أيدينا، مبتهلون إلى الله جل وعلا. لسان حالنا ما قاله ابن عطاء الله في المناجاة: اللهم إني لم أعت الذنوب جرأة مني عليك، ولكن شهوتي غلبتني فعصيتك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك فقاموا بعزتك مستعزين. أنت الذاكر لهم من قبل الذاكرين، وأنت البادي قبل إحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد الكريم يا رب العالمين، وأنت الجواد الكريم يا رب العالمين. اللهم إني لم آت الذنوب جرأة مني عليك، ولكن شهوتي وظلماتي غلبتني فعصيتك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كيف يرجى سواك؟ هل يمكن أن يرجى غير الله؟ كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ كيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ أنت يا الله الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك فقاموا بعزتك مستعزين. أنت الذاكر لهم من قبل الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد الكريم يا رب العالمين. إذن لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. يا ذا الفضل، يا الله اجعل كبائرنا الصغائر. ثم يقول في الحكمة 53: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. يا سلام على هذا الكلام، يا سلام على هذا الكلام الذي قيل أنه لو جازت الصلاة بكلام مخلوق لجازت بحكم ابن عطاء الله. لو جازت الصلاة بكلام مخلوق لجازت بكلام ابن عطاء الله، لا تجوز إلا بكلام الله، حتى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها الأحاديث القدسية، فإننا لا نقف في الصلاة إلا بكلامه المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتي المصحف، كلام الله المنزل على نبيه محمد المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتي المصحف. هذا هو الذي نقف نصلي به، نتلوه بين يدي الله. فهنا لو جاز هي في وقع يمتنع ذلك، ولكن لبلاغة وسمو
هذه الحكم وروعة هذه الحكم التي لم يصل إلى درجتها كلام غيره من عموم الناس رضي الله تعالى عنه. إذن لا عمل، وهنا يقصد العمل الصالح، لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده، يعني أنك تقوم به، تقوم به خالصا لوجه الله لا تشهد هذا العمل، أي أنك لا تستعظم قدر هذا العمل الذي قدمته، لا تتباهى بهذا العمل الذي قدمته وهو عمل صالح ظاهره أنه صالح، ومع ذلك فإنك إن كنت من العارفين، إن كنت من الواصلين، إن كنت من السالكين، فإن هذا العمل، هذا العمل لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهودا، أي عمل يتقبل إن شاء الله شريطة أن لا يكون هذا العمل في عينك عظيم ودا شأن، مهما أخلصت فيه ومهما بذلت فيه من الجهد وأفنيت فيه من العمر ومن الساعات الطوال مالا أنفقت أو جاها أو أي باب من أبواب البر قدمته، يقول لك العمل الذي يرجى له القبول هو العمل الذي يغيب عنك شهوده، العمل الصالح الذي تعمله خالصا لوجه الله ولا تحسبه ولا تمن به ولا تذكره وتعدد ذكره، وعمل قمت به خالصا لوجه الله لا تشهده، اشهد من عملته من أجله وهو ربك جل وعلا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، ليكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أفلا أكون عبدا شكورا. يصوم عليه الصلاة والسلام ويواصل الصيام ويقوم إلى أن تتفطر قدماه فيسأل، أنت الذي غفر لك ربك ما تقدم وما تأخر من ذنبك ومع ذلك تجهد نفسك هذا الجهد؟ ماذا يجيب عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده، لا عمل أرجى ترجو به مرضاة الله، لا عمل ترجو به مرضاة الله من عمل، من عمل يغيب عنك شهوده، أي تكون فيه، تكون قائما به خالصا لوجه الله، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما سألك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على وجه مع إخلاصهم فهم في خوف شديد، أيقبل منهم ذلك العمل أو لا يقبل؟ الإخلاص، 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 وما أدرك ما الإخلاص؟
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. أداتان من أدوات الحصر، إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. فلا تجد في صحائفك إلا ما نويته. فإذا نويت بعملك وجه الله خالصا، وجدت ذلك العمل أضعافا مضاعفة، ووجدت من ربك على ذلك العمل الخالص الثواب العظيم. أما إذا عملت ما عملت من أجل دنيا تصيبها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته من أجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا يجد في صحائفه في الآخرة، ولا ينتظر ثوابا، لأنه حصل على ثوابه في الدنيا، فهو قصد الزواج وقصد الدنيا بتلك الهجرة، فلا ينتظر في الآخرة ثوابا من عند الله تبارك وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أصناف من الأمة يوقفهم الله يوم القيامة بين يديه: عالم، وصاحب مال، وشهيد. ثم يسألهم عما فعلوا بما وهبه. العالم بما وهبه الله من علمه، وصاحب المال بما استخلفه الله عليه من المال، وصاحب القوة والفتوة بما أعطاه الله تبارك وتعالى من قوة وفتوة. فيقول العالم علمت، ويقول صاحب المال أنفقت، ويقول الشهيد جاهدت إلى أن استشهدت، فيقول المولى: علمت ليقال فلان ما أعلمه، وأنفقت المال ليقال فلان ما أسخاه وما أكرمه، ويقال للثالث جاهدت ليقال ما أشجعه، وقد قيل ذلك. ثم يأمر بالثلاثة إلى نار جهنم. فانظروا الحصحصة والغلبلة، كيف أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، اذهب إلى من أشركته بي فليجازيك اليوم. الشرك شركان: شرك ظاهر وشرك خفي. شرك الظاهر هو اتخاذ الأصنام والأوثان، وقد كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام، وانتهى ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وشرك خفي لا يزال قائما وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو من مصائد الشيطان، وهو أن يجعلك الشيطان تعمل عملا لا تقصد به وجه الله، لا تريد به وجه الله. فالله تبارك وتعالى يحذرك ويقول لك يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء، أنا لا أقبل شريكا معي. فإما عملك لله أو لغير الله، تريد مع الله شكر الناس، ثناء الناس، حمد الناس، شكر الناس، حديثهم بما فعلت. الله يقول لك: اذهب إلى الناس يجازوك عما فعلت. أنا أغنى الشركاء، اذهب إلى من أشركته بي فليجازيك اليوم. وهل هنالك من يستطيع أن يجازي في ذلك اليوم الذي تشيب له الولدان، والذي تذهل فيه المرضعة عما أرضعت، والذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
مشغول بنفسه عن غيره، لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده. اعمله خالصا لوجه الله ولا تنتظر عليه جزاء ولا شكرا من أحد، ولا تظل تشاهده لتعظمه ولتستكثره. أنت فعلته لذات الله، والله تبارك وتعالى أعظم وأكرم وأوسع وأفضل مما قدمت، مهما كان هذا الذي قدمته من العمل الصالح. إذن لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. يا سلام، يا سلام على هذا الكلام، يا سلام على هذا الكلام. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. أنا لم أفعل شيئا، استغفر الله، استغفر الله، لم أفعل شيئا. هكذا الصالحون، هكذا الربانيون لا يمنون، لا يستكثرون ما فعلوا من الخير مهما فعلوه. إذا شكرهم الناس عليه يستغفرون الله، لأن كل من عند الله وما توفيقي إلا بالله. في ناس عارفين بالله ليسوا من حملة الشهادات العليا والدكتوراه، ولا من حافظين لا للقرآن الكريم كله، ولا للأحاديث، ولا للأشعار، ولا للإجم، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاهم الحكمة والبصيرة فيكونون من أهل البد والعطاء، فيشكرهم الناس. فماذا يكون الجواب؟ شكرا لك. ماذا يقول؟ شكرك، شكر الله. هو يشكرك لأنك أسديت معروفا، فأنت تكون بالنسبة لنفسك الأمارة للشيطان عليه لعنة الله في تلك اللحظات تريد يفسد لك عملك وأجرك، فكله من مرصاد. هو يشكرك كما لو أنك أنت صاحب الفضل، ولكن صاحب الفضل أولا وآخرا هو الله الذي وفقك، والله الذي أعانك، والله الذي أخذ بيديك، هو الله الذي أرشدك ووجهك. ما بكم من نعمة فمن الله، قل كل من عند الله. عندما تكون هكذا بالمرصاد لنفسك يزيدك ربك. أنت يقظ لست غافل. الشيطان عليه لعنة الله ينشط كثير ويجتهد مع من؟ مع السالكين للطريق ليفسد عليهم الأعمال، وهم يتدرجون في السلم، سلم الرقي، سلم الترقي. أما هؤلاء الغافلين الضائعين في متاهات المعاصي، هذا مطمئن عليهم، لا يفعل معهم شيئا، إنما مع من يفعل، يفعل ليحبط عمل السالك للطريق، فيجعل عمله الكبير في آخر لحظة يسقط والعياذ بالله. فلا هو من الأجر عليه، ولا هو من الراحة، لا هو من راحة بدنه وجهده، ولا هو من الأجر والثواب، وكل ذلك بسبب هذا اللعين إبليس الذي يجعله يغفل فيرتاح إلى شكر الشاكرين، ويصبح فعله من أجل أن يشكرهم. هذه هي قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والذي أرسل في الأميين
يعلمه الكتاب ويزكيه. العلم والتزكية. العلم بدون تزكية تلبيس إبليس. العلم بالتزكية تحصين ورفع للدرجة. التزكية مع العلم جنبا إلى جنب يكون التوفيق والرضوان من الله جل وعلا. وما توفيقي إلا بالله، قل كل من عند الله، ما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء من الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير أبصارنا وبصائرنا، وأن يفتح علينا فتح العارفين بالله، وأن ينفعنا بالأسرار وبهذه الآثار والأنوار والبركات التي أزرعها على ألسنة الصالحين، يزكي بها أنفسنا ويطهر بها قلوبنا وينير بها أبصارنا ويفقهنا بها في الدين الفقه القويم السليم الذي يكون لنا ولا يكون عليه. الفقه في الدين الذي يكون لنا ولا يكون حجة عليه. إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فعاجز الخلائق، ولو تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منور. إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليه وحجابه الأعظم القائم، لك بين يديك. اللهم الحقني بنسبه وحقني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكره بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشرني من أوحال التوحيد، وغرقني في عيني بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، وجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك سيدنا زكريا عليه السلام، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه تحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد الشفر والوتر وعدد الكلمات ربنا التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.